قول للناس الاول معاك كام في الجامعه؟ احنا النهارده في 31/8/2016 احنا حسابات جامعه القاهره في البنك المركزي 866 مليون جنيه 23 مليون جنيه استرليني 303 ألف 23 مليون دولار 303 ألف 13 مليون جنيه استرليني 607 ألف ومليون و902 ألف يورو و 75 ألف دولار. ايه فكرة الألف 75 ريال. انه كان دايما انا ما عنديش محفظة في الجامعة غير دولار واسترلين. فجيت انا اصدرت قرار ان اي عملة اجنبية تخش ما تتحولش. تمام. تخش البنك المركزي. فكان في مثلا بيجي لنا هيئات سعودية تيجي تستفسر عن صحة شهادة. بخمسين دولار يبعتوا الشيك بالريال. فاستبقينا الريالات ديت وعملنا محفظه. كان بالاول كان الاول يعني بتحتفظ بيها. اذن بقى ان هو يروح يفكها وبعد كده يحاسبني بالسعر الرسمي ومعرفش ايه حاجات زي كده. فاحنا النهارده احتفظنا دول بقى اجماليهم مليار و800 مليون في حدود مليار بسعر البنك بسعر مليار و800 مليون في سعر بره البنك. خلي بالك ان في الثلاث سنين دول صرفنا على ملفات الجامعه خارج الميزانيه في حدود 2 مليار جنيه. انت لو ماشي في شارع الهرم كده هتلاقي جنب فندق اوروبا. يعني انت معاك مليار و800 وصرف 2 مليار في 3 سنين. طب بتعمل ايه يعني؟ بتجيب الفلوس دي منين؟ لا بتجيب الفلوس دي اولا النهارده. شوف النهارده اللي بنجيب الفلوس دي منين بنجيبها سؤال صغير تحتيه. يعني النهارده المشكله الكبيره ان الفلوس دي كانت بتروح فين. ايوه يعني انا اللي بسال نفسي دلوقتي كانت بتسرق. ما تعرفش مش حكايه سرقه. خدوا بالكم يا جماعه اهو انا بقى الكلام ده بقوله لله. عارف بقوله لمين؟ مش حكايه للاهرام والاخبار والجمهوريه. لا مش حكايه سرقه. اللي لسه بياخدوا فلوس من البلد. لا 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 مش حكايه سرقه. ومسبيره عايزينك تمسك مسبيره. مش حكايه سرقه. حكايه ايه؟ حكايه ان انت عندك بالون مخرم وعمال بتنفخ فيه وعمال تعمل خطه لنفخ البالون. هتجيب مكنه، هتجيب رجاله صعبه، هتجيب رجاله ينفخوا، هتجيب معرفش ايه. كل ده خطه لنفخ البالون. انما انت ما فكرتش ان البالون مخروم. مهما تنفخ هينزل تاني. احنا بدانا نسد الاخرام دي. مثلا انا عايز اقول لك زي ايه. اديني مثلا كده. الفلوس تيجي باصلاح المكافئات في جامعه القاهره. ده وفر في الشهر لوحده 2,760,000 في الشهر. المكافآت الجماعية يعني اللي هو ادي لا كل مكافأة تدي شهر لكل الناس. يعني ايه شهر؟ يعني اللي نايم واللي مسافر واللي بره كله ياخد. تيجي تلاقي الشهر 20 مليون جنيه. الله. طب انت النهارده ما تكافئ اللي بيشتغل. احنا صلحنا القصر العيني. يعني صلحنا القصر العيني بحركه ظريفه قوي. انا جيت النهارده قلت للناس في الحقيقه واتفقنا في مجلس الجامعه في اساتذه ما بيجوش. يعني وفي اساتذه مسحولين. يعني فيه عندك استاذ ما يرتاحش، بيقوم من النوم الصبح يلبس هدومه ويروح كليته. يقعد فيها طول النهار. يروح القصر العيني يقعد فيه طول النهار. وفي استاذ مشغول بعيادته بمكتبه ما بيروحش خالص. فجينا قلنا لهم في مجلس الجامعه، انا عايز احكي لك التجربه دي. قلت له انا عايزين النهارده الـ 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 الاستاذ اللي يجي اللي ما يجيش خالص ده المفروض جزء من مرتبه ان هو يحضر 4 أيام في الاسبوع. احنا مش عايزين 4 أيام، احنا عايزين يجي الجامعه مره واحده في الاسبوع، يطل يروح المستشفى يقعد مع الطلبه. لان النهارده الطلبة بتضيع مني ليه؟ لأن مش لاقي العلم في الراس مش في الكراس. ولذلك النهاردة بدأنا اتفقت مع فتح خضير عميد كلية الطب وهو عميد في الحقيقة. أنا مبسوط أوي إن رئيس جامعة الجارة بيقول إن العلم في الراس مش في الكراس. طبعًا إن يقعد جنب الأستاذ. عملنا بوابات القصر العيني وظبطناها. وبدأنا نقول طب والأساتذة تجاوبوا مع إن هم يروحوا؟ طبعًا. ما أنا هقول لك أهو. بدأنا نقول في الحقيقة لما ظبطناها خدنا قرار إن ما يدخلش القصر العيني يركن جواه إلا الأساتذة وأعضاء التدريس والهيئة المعاونة. وبقينا أبعت في ساعة الذروة جواسيس يروحوا يعدوا العربيات. يروحوا يعدوا إيه؟ الجواسيس دي جوه الجامعة. يروحوا يعدوا العربيات. جواسيس. فكان في 200 300 500 400. دلوقتي النهارده لما عملنا النظام ده ان اللي يشتغل يكافئ
واللي ما يشتغلش ما يكافئش بقى النهارده بيوصل ل 1800 و2000 سياره. كله جه ولذلك النهارده اللي جاي لي من الصعيد او من وجه بحري هو جاي للقصر العيني ليه؟ علشان يلاقي استاذ يكشف عليه. صح. اول ما بيخش المستشفى وما يلاقيش استاذ بيتنرفز ويركبوا العصبي. هو انا جاي من الصعيد علشان مع احترام وتقديري لشباب الاطباء في القصر العيني وكفاءتهم، انما الاشباع المجتمعي للراجل اللي جاي في استاذ في القصر العيني جاي استاذ. ولذلك النهارده لما بيجي يلاقي الاستاذ بيبقى مزاجه زي الفل. ما يشتكيش. ولذلك النهارده هذا الانضباط اللي حصل النهارده بقاله 7-8-9 شهور في القصر العيني، انا بشكر طبعا اساتذه القصر العيني، والناس حست بيه وحست ان في تطوير في